بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من مبادئنا أن نربط بين ما توصل إليه المسلمون وبين ما نواجه به العالم في يومنا الذي نحيا فيه. إننا على عقيدة ويقين أن للمسلمين حضارة تفيد الإنسانية وتوجهها إلى ما فيه الخير والمنفعة والمصلحة والتمكين والعمران، ولذلك فهذه العقيدة التي في قلوبنا تحتم علينا أن نتأمل في كلام المسلمين، في مفكريهم، في علمائهم، في فقهائهم وأصوليهم ومفسريهم، وأن نستخرج منها وأن نضيف إليها وأن نقوم بتطويرها وبتقويتها وبإعادة صياغتها وإنتاجها وبعرضها على العالمين. هذا مبدأ من مبادئنا يتمثل في لقائنا اليوم في قضية مهمة، وهي قضية المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية ذكرها الأصوليون وهم يتكلمون عن المناسب في كتاب القياس من أصول الفقه. هناك أصل، وهذا الأصل وارد في الشريعة بنص في الكتاب أو السنة وله حكم، وبالبحث والسؤال والتدبر والتفكر في لما أعطي هذا الأصل هذا الحكم استطاع العلماء أن يصلوا إلى العلة، السبب الذي من أجله أعطي هذا الأصل ذاك الحكم. هذه العلة قد تكون منصوصة أيضا في الكتاب والسنة، وقد لا تكون منصوصة وإنما تكون مستنبطة فهمها العلماء من مجمل الشريعة ومن التأمل والتدبر في ذلك النص، من مجمل الشريعة في صورة ما أسموه بعد ذلك بالمقاصد، وبالتدبر والتأمل في النص نفسه حتى يصل إلى أن هذه العلة إنما هي التي سببت أن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك الحكم لهذا الأصل. فلو تأملنا مثلا في أصل من الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع أحدنا على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر، فإننا نصل من أن ذلك حرام، وعلة ذلك يعني الإجابة على سؤال لماذا كان البيع على البيع والخطبة على الخطبة ممنوعا وكان حراما. نصل إلى إجابة بأن ذلك من باب رفع النزاع والخصام بين الناس، وهذه تكون علة لو توفرت في صورة لم ينص عليها، مثل الإيجار على الإيجار. رأيت أحدهم يستأجر شقة فذهبت من أجل أن أخطف منه هذه الشقة إن صح التعبير، وأدفع أكثر أو أستعمل نفوذي أو قرابتي للمؤجر أو أي سبب آخر، ولكن في النهاية أوغرت قلب أخي في الله الذي سبقني إلى هذا البيع أو هذه الخطبة أو هذا التأجير. إذن فهناك ما يسمى بالأصل
وهناك ما يسمى بالعلة وهناك ما يسمى بحكم ذلك الأصل. والعلة ناتجة من أنني أسأل لماذا شرع الله هذا. الخمر حكمها الحرمة، فأسأل نفسي ولما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر؟ هذا سؤال أول. السؤال الأول لماذا أجيب عليه بأنها مسكرة، فأسأل نفسي سؤالا ثانيا ولما حرم الله المسكر؟ فالإجابة لأنه يذهب العقل. فأسأل نفسي ولما جعل الله ذهاب العقل محرما؟ ما الذي يعني يتم ويجرى إذا غاب عقلي؟ أنا أنام فيغيب عقلي، وكذلك في بعض الأحيان أتناول البنج من أجل عملية جراحية فيغيب عقلي، قد يعرض علي الإغماء فيغيب عقلي. فلما حرم الله سبحانه وتعالى ما يحدث في طبيعة الخلق الذي خلقها سبحانه وتعالى كالنوم والإغماء، أو أباحه كتناول البنج من أجل إجراء العملية؟ فلما لا يأتي في وقت ولو كان بعد العشاء فأتناول الخمر وأسكر ويذهب عقلي؟ فتأتي الإجابة بأن الله سبحانه وتعالى كلفنا وجعل العقل مناط التكليف، ومن أجل ذلك منع أن نغيب من غير ضرورة هذا العقل. أما في حالة العملية الجراحية فهذا اضطرار، وأما الطبيعة التي تجعل هناك إغماء أو تجعل هناك نوما فهذا ليس بيدي، بل هو مرده إلى الاحتياج الذي خلق الله الإنسان عليه، وهو أنه محتاج إلى النوم وأنه ضعيف قد يتعرض للإغماء. ولأجل ذلك فليس لي دخل في هذا، ولكن الله حرم علي أن يكون لي دخل من غير اضطرار، فأذهب ما بني عليه التكليف. ولما كلفني الله سبحانه وتعالى؟ كل هذه أسئلة. قال كلفني الله سبحانه وتعالى من أجل أن أعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل أن أعمر الأرض، ومن أجل أن أزكي النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وصلنا إلى العقيدة من الأسئلة المتتالية. فالأسئلة المتتالية كانت منهجا وصلوا به إلى المقاصد. لو أخذنا كل آية، لو أخذنا كل حكم وبحثنا فيه لوجدنا أن هناك أمرا مناسبا لشرع الحكم، فوجدنا ونحن نسأل هذه الأسئلة المتتالية في كل حكم: لما حرم الله السرقة؟ لما حرم الله القتل؟ لما حرم الله شرب الخمر؟ لما حرم الله الزنا؟ لما حرم الله الربا؟ لما حرم الله كذا وكذا؟ في كل شيء من المحرمات أو من الواجبات، لما أوجب الله الصلاة؟ لما أوجب الله الزكاة؟ وهكذا نجد إجابة على هذه الأسئلة المتتالية لماذا؟ بالاستقراء. الاستقراء يعني بالتتبع، بعد أن انتهينا من الإجابة على الفروع الفقهية التي وردت أحكامها في الكتاب وفي السنة، بل والتي وردت أيضا حتى عن طريق القياس بإلحاق الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره، بعدما فعلنا هذا وجدنا أنفسنا أمام ما أسماه العلماء بمقاصد الشرع من التشريع، يعني لما شرع الله هذه الشرائع.
وجدنا أنفسنا أمام خمسة بالاستقراء. هذه الخمسة هي الحفاظ على النفس، والحفاظ على العقل، والحفاظ على الدين، والحفاظ على العرض، وفي بعض الأحيان يعبرون عنه بالنسل، وأنا أعبر عنه باللغة الحديثة التي توافق الأدبيات الحديثة كرامة الإنسان، لأن العرض لم يكن إلا هو مفهوم كرامة الإنسان في اصطلاحهم وتعريفهم. وخامسا الحفاظ على الملك، وبعضهم يقول الحفاظ على المال، هي لأن المال علاقة الإنسان معه هي علاقة الملكية. إذن خمس أمور هي مقاصد عليا للشريعة. رأينا الشاطبية ومن قبله وكثير ممن بعده يرتب هذه الخمسة على نحو الدين فالنفس فالعقل فالعرض فالمال أو الملك. فقدم الدين وقال إن هناك جهادا في سبيل الله، وبذلك أمرنا أن نقدم الدين على النفس، ومن أجل هذا الفهم قدم الدين على النفس. بعض العلماء المعاصرين من أساتذتنا يعني يورد الإجماع على هذا الترتيب، ونحن نؤكد أنه ليس هناك أي إجماع على هذا الترتيب، فإن الزركشي مثلا قد رتب هذه المقاصد الخمسة ترتيبا آخر، ورتبها غير الزركشي ترتيبا ثالثا ورابعا وهكذا، وليس هناك أي نوع من أثر الإجماع، إلا أن هناك شيوعا موجودا في الكتب على هذا الترتيب لوجهة نظر ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وهو أن الجهاد يجعل الدين مقدم على النفس. والإجابة على ذلك أننا لم نؤمر بقتل أنفسنا حتى يقال ذلك، فإننا ونحن نخرج إلى الجهاد نصد العدوان ونرفع الطغيان ليس المقصد أن نموت. والنبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون كما أخرجه البخاري، أي هجم عليهم في حين غفلتهم من أجل حقن الدماء، من أجل ألا يموت أحد، وإنما نريد أن نكسر شوكة هذا العدو الذي يهددنا أو الذي يأخذ من أراضينا أو الذي يقطع السبيل على الناس بدون أي خسائر، بطريقة بيضاء وليست بطريقة حمراء. فإذا القتل ليس هو الحتم والمطلوب، يعني لم يأمرني ربي كما أمر الأمم السابقة اقتلوا أنفسكم، لكن أمرني ربي بالقتال، وأنا أتمنى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، إذن يمكن أن أنتصر وأعود بلا قتل. صحيح أن غالبا في الحروب ما يقع قتلة، ولكن أنا لا أتمنى أن أقتل بهذه الطريقة، لأنني لو انتصرت لكان أولى من أن أقتل. إذن لم يأمرني ربي بأن أقتل نفسي من أجل ديني،
بل أمرني أن أجاهد في سبيله حتى لو تعرضت للقتل. وهناك فرق بين الأمر بالقتل والأمر بفعل شيء أتعرض فيه للقتل. أنا أرى أن نبدأ ترتيبا منطقيا. إذا كان الإنسان هو محل رعاية الشريعة التي أتت بتلك المقاصد، فإن أول شيء يجب علينا أن نحافظ عليه فيه هو نفسه. بعد ذلك سأحافظ على عقله حتى يفهمني، حتى يتلقى الأوامر الإلهية من الوحي بإفعل ولا تفعل، وحتى يكون متمكنا من تطبيق ما أمر به من رضا الله والبعد عن سخطه. ولذلك نبدأ بالنفس ونثني بالعقل، لأن ضياع النفس لا يبقى معه دين ولا دنيا. ضياع النفس معناها الخروج من ساحة الكون. فلا بد أن نبدأ في المقاصد بالنفس، ثم هذه النفس تحافظ على العقل القائم فيها حتى يكون ذلك العقل مناطا للتكليف. ويأتي بعد ذلك الدين، والحفاظ على الدين حينئذ معناه منع الكفر بالله، منع معاكسة مراد الله في كونه. وبذلك فإن الدين حينئذ سيكون كل دين، والحفاظ على كل دين. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعايش في مجتمع واحد مع أهل الكتاب، وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، من آذى ذميا فقد آذاني. تخيل أن مسلما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا النهي قليل الكلام يغني عن كثير. وثالثا رابعا يأتي كرامة الإنسان، والتي نعبر عنها بهذا التعبير حتى تشمل حرمة تعذيب الجسد، سواء كان هذا على قبيل العدوان من الحكومة التي تعتقل معتقلين وتعذب أجسادهم مخالفة بذلك للقوانين الإقليمية والعالمية، مخالفة بذلك لحقوق الإنسان، مخالفة بذلك لمبادئ العدالة الأولية، مخالفة بذلك للإنسانية في حد ذاتها، ومخالفة بذلك للشريعة. فكرامة الإنسان مصونة، مصونة على مستوى هذا التعذيب، أو سواء كان التعذيب تعذيب بدني للنفس على سبيل الأمراض النفسية التي تتخيل أن هذا التعذيب سوف يحرر الروح من الجسد أو شيء من هذا القبيل، أو سواء كانت كرامة الإنسان ممسوسة في حرية تعبيره أو في حرية أدائه أو في حرية عمله أو في حرية انتقاله أو في حرية حتى اعتقاده وهكذا. ولذلك فكرامة الإنسان كلمة تشمل العرض وتشمل النسل وتشمل فوق ذلك معنى جليلا قد أكدته الشريعة في نصوصها. خامسا يأتي المال أو الملك، والملك قد يكون أيضا في مفهومه عندي أوسع من المال. واحترام الملك الذي يشمل الملكية الفكرية، والذي يشمل الخصوصية الإنسانية والأسرية، والذي يشمل الحرية السياسية والأداء السياسي من حزب إلى حزب أو من رأي إلى رأي، كل هذه الأشياء قد تكون في مفهوم الملك تتجاوز المال، خاصة المحدثات مثل قضية حقوق الملكية
الفكرية. خمسة من المقاصد في هذا الترتيب تكون هي النظام العام في البلاد والعباد، بمعنى أن هذه الخمسة مقاصد بهذا الترتيب وبهذا المفهوم الذي أضفنا فيه، نحن فعلنا أمرين: الأمر الأول غيرنا الترتيب الذي هو شائع، وتغيير الترتيب نراه جائزا لأنه ليس هناك اتفاق ولا إجماع. والأمر الثاني أن بهذا الترتيب وسعنا مفهوم العرض إلى كرامة الإنسان، ووسعنا مفهوم الدين للحفاظ على الدين في ذاته، وأصبحت هذه المقاصد الخمسة تمثل الإسلام. يعني الدين هنا ليس الإسلام فقط، وإنما هو أوسع من ذلك ليشمل كل دين. والثاني هذا والإسلام يوافق النظام العام والآداب. النظام العام والآداب الحقيقة أنه لم يختلف عليه أحد. الحفظ على النفس موجود في كل القوانين وفي كل العالم، يوافق عليه المسلم وغير المسلم داخل المجتمع المسلم وداخل المجتمع غير المسلم، حفظ النفس. ولذلك يرضى بأن يكون الإسلام دينا للدولة، لأن الإسلام الذي هو دين للدولة هذا له حضارة وله نظام عام، هو ذات النظام العام الذي يوافق عليه كل البشر. حفظ العقل على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة من وجوب التعليم ووجوب المشاركة ووجوب بناء الحضارة. حفظ العقل، عقل الفرد الذي هو في صورة بسيطة كحرمة الخمر والمخدرات والعدوان على ذات المخ والعقل، وأيضا العقل الذي هو بمعنى التعليم. ولذلك لا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه علما، وفوق كل ذي علم عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وقل رب زدني علما، إلى آخر الدعوة إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق. حفظ العقل. وكذلك الدين وكرامة الإنسان والملك إلى الآن في العالم كله لم يحدث أن نظاما استباح من ناحية كونه نظاما، لم يحدث أبدا أن نظاما استباح من ناحية كونه هو نظام أي شيء من هذه الخمسة. وما زالت هذه الخمسة تمثل فعلا النظام العام لكل التشاريع التي في الدنيا. تأتينا صور غريبة عجيبة وانحرافات جدلية، تبيح المخدرات، لكنها هي في الواقع تبيح المخدرات كما في هولندا وكذا، إباحة ليست إباحة فعل، إنما إباحة يجربون فيها أن يكون ذلك إباحة منع، بمعنى أنهم يدعون أن الشيء إذا ما توافر ولم يوجد هناك مروج له، وكان مقدور الشباب أن يذهبوا فيأخذون المخدرات التي اتفق على أنها من البلاء وأنها تضيع العقل وأنها تضيع النفس وأنها تضيع الحياة وأنها تسبب الانتحار في النهاية والإدمان الذي يحطم الإنسان، كل هذا متفق عليه، لكنهم يبيعونها من نظرية أن ذلك يقلل انتشارها لأن كل ممنوع مرغوب، ولذلك فنبيح شيء من هذا القبيل. فلسفة وراء الأمر، لكن ما زال الأمر ممنوعا عند الجميع. كذلك ما يقال هنا
يقال فيه دعاوي الإجهاض ودعاوي الشذوذ الجنسي ودعاوي التساوي المطلق وهكذا كلام هو فيه ما ينقضه وفيه ما يكر عليه بالبطلان. هذه هي وجهة نظرنا الجديدة في المقاصد الشرعية العليا من ناحية ترتيبها ومن ناحية مفهومها ومن ناحية تفعيلها باعتبارها النظام العام، ومن ناحية أخرى يطول الكلام فيها الفرق بين دين الإسلام وحضارة الإسلام، فإن حضارة الإسلام قد قبلت من غير المسلمين وهم على أديانهم ودخلوا فيها وارتضوا أن يكونوا مع المسلمين في حضارتهم، وكل ذلك يخدمه ترتيب المقاصد مع توسيع مفاهيمها. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.